النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. محمود طاهر ثقتي في فريق الكرة بلا حدود. شمس يجتمع مع الأمن لمناقشة تأمين مباراة الترجي. وأيوب مواجهة الأهلي والترجي صعبة على الفريقين. بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن ثقته في الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة بلا حدود، مؤكدا قدرة الفريق على تخطي الترجي التونسي والتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف طاهر أن فريق الأهلي دائما ما يكون في الموعد خلال المباريات الكبرى متغلبا على كافة الضغوط الموجودة على اللاعبين والجهاز الفني، ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر الجاري. أوضح المهندس محمود طاهر أن الأزمة بين النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية بسبب عدم اعتماد لائحة الأهلي الجديدة قانونية، مؤكدا أن الأهلي منذ البداية لا يخطو أي خطوة إلا بعد استشارة خبراء القانون من أجل الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية للنادي. وأكد طاهر أن الأهلي سيصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك في حالة عدم حصول النادي على حق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار لائحة ناديهم. وحول الترشح في الانتخابات المقبلة، شدد طاهر على أن تفكير المجلس الحالي للأهلي بعيد تماما عن الانتخابات والتي لن يتحدث عنها إلا بعد غلق باب الترشح، مشيرا إلى أن المجلس لا يهتم حاليا إلا بالقيام بمسؤولياته للحفاظ على استقرار النادي والدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية. يعقد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي اليوم اجتماعا مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لبحث الإجراءات الأمنية الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي والمقرر لها السبت المقبل. يناقش شمس مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إجراءات تأمين الجماهير ودخول وخروج العدد المسموح حضوره من جماهير الأهلي، وكذلك إجراءات تأمين حافلة الأهلي والفريق الضيف قبل وبعد المباراة المرتقبة. يذكر أن الأهلي قد حصل على الموافقات الأمنية في وقت سابق بحضور 20,000 مشجع لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا. قال سيد معوض المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق أغلق ملف مباراة طلائع الجيش في افتتاح الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لافتا إلى أن المباراة كانت بمثابة الإنذار للاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي. وأضاف معوض أن التعادل مع الجيش في أول جولة بالدوري مفيد للفريق حتى يعيد ترتيب أوضاعه بشكل سريع قبل المباراة الهامة مع الترجي، مشددا على قدرة الأهلي على تخطي المباراة والتأهل لنصف النهائي. قال أحمد أيوب المدرب العام لنادي الأهلي إن مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل
ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وأن الأجواء صعبة على الفريقين ووجود رغبة كبيرة في التأهل لنصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب القاري. وشدد أيوب على أن صعوبة اللقاء تأتي من امتلاك الفريقين لمجموعة مميزة من اللاعبين يشاركان مع منتخبي مصر وتونس، مؤكدا أن الترجي خصم كبير ولكنه متفائل بأنه سيكون محطة في مشوار الأهلي للتتويج ببطولة أفريقيا. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلق بداية من اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ينوي دخول معسكر مغلق أمس الأربعاء، لكنه فضل بدء المعسكر اليوم الخميس. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسل قناة نادي الأهلي أمير هشام. أمير أهلا بك. اهلا بيك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. امير، كلمنا عن تدريب النهارده. طبعا النهارده اكيد مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا للمباراه المهمه جدا جدا امام فريق الترجي التونسي في دور الثمانيه وذهاب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. اكيد تدريب مهم جدا بالنسبه للفريق الجهاز الفني واللاعبين. النهارده قبل المران كان في محاضره فنيه من كابتن حسام البدري بالفيديو استمرت حوالي نص ساعه، ابتدت الساعه 4:30 استمرت بالتحديد ساعة. عقب المحاضرة مباشرة ابتدى مران النادي الأهلي بالتحديد الساعة 5 مساء، وهو يمكن لسه المران مستمر حتى الآن. لكن خليني أقول لك بعض ملامح مران النهارده يا فاروز. يمكن مران كان مع بداية التدريب كان في بعض التدريبات البدنية خفيفة، أيضا بعض تدريبات الكرة نص المران كده. كان في تدريب أو كان في تقسيمة ما بين مدافع النادي الأهلي ومهاجمي النادي الأهلي. واضح إن الكابتن حسام بدري عنده فكر معين عايز يعود عليه لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه، او يهيئ من خلاله لاعبي النادي الاهلي لتنفيذه خلال هذه المباراه. عقب ذلك كان في طبعا التقسيمه واللي مستمره حتى الان بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. وخليني اقول لك يعني التقسيمه خلال التقسيمه كده كابتن حسام البدري بيوقف اللعب اكثر من مره عشان يوضح وجهه نظر اللاعبين وبعض الافكار اللي هو عايز يوصلها لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يقدروا ينفذوها في هذه المباراه المهمه، خصوصا مباراه الترجي تعتبر هي مباراه البطوله يا فيروز، بطوله دوري ابطال افريقيا. اقوى فرقتين يعتبر في القاره الاهلي وفريق الترجي التونسي، اللي هيقدر يفوز بهذه المباراه اكيد نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله هيقدر ان هو يواصل في البطوله بشكل اكبر، هتكون فرصه اكبر في ان هو ان شاء الله يفوز بهذه البطوله. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي. تفضل. نعم. طيب امير، هل كانت قائمه الفريق الافريقيه كامله النهارده في التدريب؟ كل اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه بيشاركوا في التدريب بشكل جيد جدا. يعني خليني اقول لك حتى يمكن وليد سليمان امبارح شارك في جزء المران، النهارده بيشارك في المران بشكل كامل جدا واصبح جاهز بدنيا بنسبه 100% لخوض هذه المباراه. قائمه النادي الاهلي زي ما احنا عارفين هي حوالي دلوقتي بتضم 25 لاعب مقيد في القائمه الافريقيه بعد رحيل عدد من اللاعبين سواء حسام غالي، احمد حجازي، عمرو جمال، طبعا الهارب سليمان كولبالي كان ايضا مقيد في هذه القائمه، بالاضافه لمروان محسن اللي عنده الاصابه اللي على وشك خلاص انه يعود. لكن فيما عدا ذلك كل لاعبي النادي الاهلي 25 لاعب مقيدين في القائمه الافريقيه بيأدوا مران بمنتهى الجديه ومنتهى القوه، وفي حاله من التركيز الشديد واضحه للاعبي النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يقدروا يتخطوا هذه العقبه القويه امام فريق الترجي التونسي. خليني اقول لك برضه يا فاروز ان في تعليمات من الجهاز الفني بضروره التركيز في انهاء الهجمات واستغلال الفرص، لان اي فرصه في المباريات دي اكيد هتكون مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله ممكن ترجع حسابته في الصعود ان شاء الله لدور الاربعه. نعم. طيب امير، امتى يتحرك الفريق لبرج العرب؟ طبعا عقب المران مباشره في النهارده الفريق هيتحرك في اتجاه مدينه اسكندريه، تحديد احد الفنادق القريبه من استاد الجيش برج العرب طبعا عشان يكون في معسكر للفريق هناك. الظهر ان شاء الله هيكون في مران مع وحيد النادي الاهلي، هيكون بالتحديد الساعه 5 مساء. هيسبقوا طبعا الاجتماع الفني اللي هيكون الساعه 4 مساء، وايضا صاحب خاص بالكابتن حسام البدري الخاص بهذه المباراه. بالتالي المران هيكون بالتحديد في تمام الساعه 5 مساء احد الملاعب الفرعيه لاستاد برج العرب، خصوصا بكره هيكون المران الرئيسي لفريق الترجي التونسي في هذا الملعب طبعا ده طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. لكن ان شاء الله
النادي الاهلي جاهز بشكل كبير جدا لاداء مباراه قويه، وان شاء الله يقدر يتخطى هذه العقبه والوصول لدور الاربعه من دوري ابطال افريقيا. اكيد كل التوفيق للفريق الاول. شكرا ليك امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، كنت معانا عبر الهاتف. وبالعودة للأخبار من جديد، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي إلى الإسكندرية في الرابعة عصر اليوم الخميس على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وكانت بعثة فريق الترجي قد عدلت موعد وصولها إلى مصر ليكون اليوم بطائرة خاصة في الإسكندرية بدلا من الأربعاء عبر خطوط الطيران العادية. ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة التونسية مندوب الترجي والذي وصل إلى القاهرة منذ أيام، بالإضافة إلى عمرو محسب مندوب النادي الأهلي. وسيؤدي الفريق ميرانه الأول في مدينة الإسكندرية في السابعة مساء بفندق الإقامة، على أن يختتم استعداداته غدا بميران ملعب برج العرب. والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل. كره من وليد الهيشري، يرجع مشكل الترجي في الوسط، خطيره برشا، اثنين على واحد، وكره خطيره، وكره من وليد سليمان، والهدف الثاني. الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي. يستقبل اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي اليوم مندوبا من السفارة التونسية بالقاهرة لتسليمه التذاكر والتي خصصها النادي لجماهير فريق الترجي التونسي في مباراته أمام النادي الأهلي والمقرر لها السبت المقبل. ومن المنتظر أن يتسلم مندوب السفارة تذاكر المباراة في حضور سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، حيث تم تخصيص مدرج الدرجة الأولى يمين الجماهير لفريق التونسي. وجه إبراهيم الرزقي القنصل التونسي في مصر الشكر لنادي الأهلي عن طريق سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي على المجهودات التي قام بها لترتيب مباراة فريق الكرة أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. ووجه رزقي الشكر لعدلي بعد قيامه بزيارة السفارة التونسية وتوفير تذاكر مجانية لجماهير نادي الترجي في ظل العلاقات القوية بين الناديين. تواجد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي في مقر السفارة التونسية بالقاهرة صباح اليوم الخميس لمقابلة السفير والقنصل التونسي لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بمباراة الفريقين. وناقش عدلي مع مسؤولي السفارة التونسية كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة وكيفية تأمين بعثة الترجي التونسي. وأكد السفير التونسي والقنصل على حضور المباراة، وقام عدلي بتسليم القنصل والسفير دعوات حضور المباراة وعدد من الدعوات الخاصة لطاقم السفارة والجماهير التونسية والتي ستحضر المباراة. تعاقد نادي الترجي التونسي مع اللاعب الدولي أنيس بن حتيرة لاعب هيرتا بيرلين وهامبورغ الألماني السابق لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة. وبلغت قيمة الصفقة 500 ألف يورو بعد توصل الطرفين إلى اتفاق، ولن يتمكن بن حتيرة في المشاركة في مباريات الترجي بدوري أبطال أفريقيا لعدم قيده بالقائمة الأفريقية. روحنا كانت حلوه
حافظ المنتخب الوطني على صدارته لتصنيف المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس رغم تراجعه 5 مراكز عن الشهر الماضي، حيث احتل المركز 30 عالميا بعد أن كان في المركز 25. واحتل المنتخب المصري المركز 30 في التصنيف العالمي بعد أن حصل على 815 نقطة ليتفوق عربيا وأفريقيا. من جانبه أزاح المنتخب الألماني نظيره البرازيلي عن صدارة الترتيب حيث حصل على 1606 نقطة، فيما تراجع المنتخب البرازيلي للمركز الثاني بعد أن حصل على 1590 نقطة، فيما قفز المنتخب البرتغالي 3 مراكز ليحتل المركز الثالث برصيد 1386 نقطة، وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 1325 نقطة. استقر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على ضم 25 لاعب لمعسكر مباراة الكونغو والمقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة 5 للتصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وكان كوبر قد سبق وضم 28 لاعب لمباراتي أوغندا في التصفيات والتي خسر فيها المنتخب اللقاء الأول بهدف ورد في اللقاء الثاني بالفوز بهدف في الإسكندرية. ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن منتخب غانا صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن منتخب الكونغو متذيل المجموعة. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة هاني رمزي معسكر مغلق بالقاهرة غدا الجمعة استعدادا لمواجهة النصر بالجولة الثانية من بطولة الدوري والمقرر إقامتها باستاد القاهرة يوم السبت. ويختتم الفريق فريق الكرة بالاتحاد تدريباته الجماعية غدا على ملعب الأولمبي على أن تغادر بعثة الفريق الإسكندرية في طريقها إلى القاهرة عقب الميران. وكان الاتحاد قد خسر مباراته الأولى أمام الإسماعيلي برباعية مقابل هدفين. شارك البورتيني إسماعيل يورونجو لاعب فريق النصر في تدريبات الفريق بعد عودته من الانضمام لصفوف المنتخب البوركيني الأولمبي. ويواصل فريق النصر تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة. وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر صعوبة مباراة الاتحاد السكندري في ظل وجود جهاز فني صاحب خبرة بقيادة هاني رمزي. أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا شروط الانضمام للجنة رابطة الأندية المحترفة للدوري وعلى رأسها ألا يكون أعضاء اللجنة من رؤساء أو أعضاء مجالس اتحاد الكرة. وأوضح عريبي أن اجتماع الأندية أمس بطنطا تم الاتفاق خلاله على أن يقوم كل نادي بترشيح شخصية رياضية عامة بالإضافة لترشيح اتحاد الكرة لشخصين على أن تجرى انتخابات بعد ذلك لاختيار اللجنة التنفيذية للرابطة. وأوضح أن هناك شروط محددة في المرشحين لرابطة الأندية سيتم مراعاتها في اختيار المرشحين، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك اختيار مدير تنفيذي للجنة ووضع لائحة مالية خاصة بها.
أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي قائمة فريقه والتي تضم 21 لاعب اختارهم للسفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة ضيفه الرجاء غدا في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. من المقرر أن يواجه فريق الرجاء نظيره الأسيوطي غدا الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن مواجهات الجولة الثانية للدوري. وتعادل الأسيوطي مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لمسابقة الدوري. نجحت محاولات الصلح بين أحمد حسين ميد والمدير الفني لفريق وادي دجلة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد الأزمة والتي نشبت بينهما بعد لقاء الأهلي في كأس مصر. ويقود سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة محاولات الصلح بين ميد وعامر حسين في المرحلة القادمة، وسيتم عقد جلسة بين الثنائي بالإسكندرية لإنهاء الخلافات. الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره هليوبلس في الأسبوع الثالث من مسابقة دوري المحترفين على صالة الشروق في 8 مساء. ويسعى الفريق بقيادة عاصم حماد المدير الفني إلى تقديم عرض قوي ومواصلة الانتصارات بعد أن استهل الموسم بالفوز على الفريق البورسعيدي ثم التعادل مع طلائع جيش. أكد حمدي صافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن الفريق يؤدي تدريباته اليومية استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق سيبدأ مرحلة المباريات الودية الأسبوع المقبل. ويستعد الأهلي لانطلاق الدوري في أكتوبر المقبل في غياب اللاعبات آية الشابي مريم مصطفى وفريدة العسقلاني ونور ياسين أمين ورحمة المهندس لمشاركتهن مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم تحت 23 سنة بسلوفينيا. للحديث عن استعدادات الفريق ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن حمدي صافي المدير الفني للفريق. كابتن حمدي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بكابتن حمدي صافي المدير الفني للفريق الأول. وبالعودة للأخبار من جديد، وصلت بعثة منتخب الجمباز الفني إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي تقام يومي 16 و17 سبتمبر الجاري. تضم البعثة كل من علي أبو القاسم وفرح أحمد وفرح سيد وعمر العربي وعبد الرحمن مجدي وأماني جمال وخالد عدوي. يذكر أن علي أبو القاسم حقق برونزية بطولة كأس العالم والتي أقيمت ببلغاريا الأسبوع الماضي، بينما حققت فرح أحمد فضيتين.
ودع منتخب سلة رجال بطولة أمم أفريقيا والمقام حاليا بتونس بعد الخسارة بصعوبة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي. انتهى اللقاء بفوز أسود الأطلسي بنتيجة 66-62 في مباراة مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة. وحسم رجال الفراعنة الفترة الأولى بنتيجة 16-13 قبل أن ينهي المنتخب المغربي الفترة الثانية والشوط الأول بنتيجة 35-32. وبعد نهاية الفترة الثالثة اشتعلت المباراة بنتيجة 51-50 قبل أن يحسم المنتخب المغربي الفترة الرابعة بنتيجة 15-12 ليحسم التأهل لنصف النهائي. وإلى الأخبار العالمية، والبداية عن الفرعون محمد صلاح، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا. ودخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة المرشحة للجائزة، والتي تضم 8 لاعبين أبرزهم هم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة. وتألق صلاح في مباراة ليفربول وإستيليا حيث سجل هدفان في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. تنطلق اليوم الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي ب24 مباراة. وتبرز مباراة أرسنال الإنجليزي وكولن الألماني على المجموعة الثامنة على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، حيث تعد تلك المباراة الأولى للفريق الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي منذ 17 عام. ويواجه سبورتينغ براغا والذي يلعب له أحمد حسن كوكا فريق هوفنهايم الألماني على ملعب نيكار أرينا في المجموعة الثالثة. يستعد ريال مدريد الأسباني للدخول في مفاوضات مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال الإنجليزي، وذلك لضمه في يناير المقبل. ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن ريال مدريد سيسعى جاهدا لضم سانشيز في يناير لتعويض النقص الهجومي والذي يعاني منه الفريق بعد رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي وإصابة كريم بنزيما. وكان سانشيز قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن تراجع أرسنال عن بيعه في اللحظات الأخيرة ألغى الصفقة. يدرس ريال مدريد الأسباني تقديم طعن على البطاقة الحمراء والتي حصل عليها المدافع البرازيلي مارسيلو خلال المباراة والتي لعبها الفريق أمام ليفانتي السبت الماضي. وذكرت صحيفة آس المدريدية أن الريال يأمل في تخفيض عقوبة الإيقاف عن مباراتين إلى مباراة واحدة فقط، وكان مارسيلو قد تلقى بطاقة حمراء خلال المباراة والتي تعادل فيها ريال مدريد مع ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأسباني. عبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن خيبة أمله بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام إشبيليا الأسباني بهدفين لكل فريق ضمن دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة أن أداء ليفربول كان جيدا للفوز بالمباراة حتى الدقائق الخمس الأخيرة، لكن ارتباك الدفاع ساهم في ضياع الثلاث نقاط. ونفى كلوب تسببه في طرد مدرب إشبيليا إدواردو بيريزو، حيث أكد أنه لم يؤثر على حكم المباراة والذي طرد بيريزو بعد إضاعته للوقت. أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن ملعب بومبونيرا الأسطوري معقل نادي بوكا جونيورز
سيستضيف مباراة منتخب البلاد الأول أمام بيرو في 5 أكتوبر المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وقال اتحاد الكرة الأرجنتينية عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: الأرجنتين وبيرو ستقام في ملعب بوكا جونيورز رسميا، ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إقامة المباراة المذكورة على ملعب بومبونيرا بعدما أدرجه الاتحاد الأرجنتيني ضمن قائمة تضم 3 ملاعب مرشحة لاحتضان المباراة. إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الجمهورية، طوارئ في الأهلي، استعدادات قوية لمواجهة الترجي في الربع النهائي يوم السبت. ومن المساء، مروان محسن يواصل التدريبات التأهيلية. من الوفد، محمود طاهر: ثقتي في الجهاز الفني ولاعبي الأهلي بلا حدود. ومن المصري يوم، الأهلي يغير طريقة اللعب أمام الترجي. من الوطن سبورت، الأهلي يجتمع مع أمن الإسكندرية لبحث ترتيبات لقاء الترجي. ومن الشروق، معوض لقاء الجيش انذار مبكر واغلقنا هذه الصفحة. من البوابة نيوز، البدري يعقد جلسة خاصة مع الشيخ قبل مباراة الترجي. ومن فيتو، احمد ايوب: الترجي خصم كبير ولكنه محطة في طريقنا للبطولة. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 14 سبتمبر من عام 2014، الأهلي يفوز بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك. وحسم الأهلي المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة. داخل وفو والهدف، حلوة يا ولد يا رزق، يا ولد يا رزق، حلوة، وهدف روعة. نادي الزمالك. والضربة السابعة. ومرس الرهيب. إبراهيم صلاح. إبراهيم صلاح لاعب وسط نادي الزمالك. ومواجهة وشريف إكرامي. إبراهيم صلاح وهوبو، يا نهار أبيض في القائم ويضيع هدف وضرب الجزاء السبعة. وختامها مسك. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.